السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصبحنا في زمن ما حد يسلم فيه على الثاني إلا إذا كان بينهم مصلحة أو كانت بينهم معرفة سابقة، وإذا سلم عليه تلقاه يطالع باستغراب، إيش فيه هذا يعرفني، مشبه علي، مع أن السلام تحية أهل الجنة، والسلام اسم من أسماء الله الحسنى، والسلام هو أصلاً البوابة اللي تدخل فيها على قلوب الناس. وإذا كان في مجلس معين أنت حتى تبدأ هذا المجلس بالحديث تبدأ بالسلام، والرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بهذا السلام. فحتى لما سأل أحد الصحابة فقال له أي الإسلام خير أو أي الإسلام أفضل، فقال أن تطعم الطعام وأن تقرئ السلام على من تعرف ومن لا تعرف. فمعنات المبدأ في السلام مو بس على الناس اللي إحنا نعرفهم، لا بالعكس، لازم نسلم على اللي نعرفهم وعلى الناس حتى اللي ما نعرفهم. سبحان الله، لما أنت تبتدي بالسلام وتكمله وتقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكأن هذا دعاء، دعاء بالمحبة ودعاء بالخير ودعاء بالرحمة وكذلك دعاء بالبركة. ففي ناس سبحان الله حتى بس لما يلقي السلام يقوله بس من باب العادة، ويمكن حتى ما يكمله والسلام وما يطالعك. لا، السلام لأصول، السلام لآداب، وهذا السلام هو اللي خلينا نتواصل مع الآخرين. تخيل أنت تبدأ موضوع مع الآخر، سيدة تبدأ معاه الموضوع يعني، أو تناديه يا فلان يا هي، لا أبداً. لكن لما تقول السلام عليكم ورحمة الله، هذا الشخص سبحان الله راح يلتفت ناحيتك، وتبدأ بعدين الحوار بينك وبينه. وأنت عزيز المشاهد، إذا أحد سلم عليك وما بينكم معرفة مسبقة، شنو راح تكون ردة فعلك؟ للحق صار معلما. السلام عليكم. السلام. طيب كيف حالك؟ طيب والله الحمد لله. سنة كم الآن؟ سنة الرابعة. ما شاء الله، ربي يفتح عليك. السلام. السلام. ما تعرف تربي؟ إيه أعرفه، أستاذ عبد الرحمن درسني أول سنة أولى طبعا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. هلا عبد الملك، حياك الله حبيبي، كيف حالك؟ طيب، ايش اخبارك؟ الله يسلمك. سلامك الله. الله يعطيك العافيه. سلامك عبد الملك. وكمان هذا تعرفه؟ مو لازم يا باس، نسلم نعرفه بس كذا يعني. تسلم، ما تطفش، ما تزهق. لا ما اطفش، ما ازهق. السلام ضروره اجتماعيه، وافشاءه هو اللي يخلي الناس تستمتع وتحس ان هي مقبوله اجتماعيا. ولذلك السلام يعطي إيحاء للآخر بأني أنا أقدره، أني أنا أحترمه. الأم اللي تربي عيالها على السلام تلقاها وايد حريصة ما شاء الله، وحتى الطفل من أول ما يبدأ يلفظ الحروف الأولى وأول ما يكون يبدأ يتكلم تلقى تعلمه شلون يرحب في الآخرين ويسلم. والسلام لآداب، مو بس أنا أسلم على الناس السلام ومعطيهم ظهري، لا بالعكس، لابد أنت لما تيجي تسلم تعطي هيئة الجسم كله، وهذا دليل على أني أنا أحترمك، أنا أقدرك، أنت شيء مهم في حياتي، أنا أبي أتواصل معاك وأبي أتكلم معاك. ولذلك هذا الطفل لما يسلم على عمه ولا يسلم على يده يقبلهم على راسهم، يحترم مكانتهم، هذا طبعا رح يعزز فيهم أشياء وايد. السلام شيء مهم، والأم اللي تركز على أنها تربي أبنائها على ذلك ينشأ أبنائها تبارك الرحمن على الاجتماعية وعلى حب الناس وعلى أنه يكون علاقات وما يكون بروحه. أكثر الأمراض النفسية اللي قاعدين نشوفها، أو خلينا نقول الفوبيا الاجتماعية اللي هي مواجهة الجمهور، بأنهم هذيل الأبناء نشأوا في بيئات ما علموهم السلام ولا علموهم شلون يتحاورون مع الآخرين. ناهيك عن أن السلام شيء مهم مو بس حقنا إحنا اللي نعرف بعض، يمكن إحنا كل يوم نشوف بعض عايشين في بيئتنا في مكاننا، لكن سبحان الله لما أنت تيجي تسلم على العامل أو المستضعف اللي يقدم لك أي خدمة أو حتى لو ما يقدم لك إياها. يعني أنا صراحة دائما أركز على اللي قاعدين بالكشكات اللي يحصلون الأموال في المواقف، يعني مواقف السيارات الباركينج، والله سبحان الله ركزوا عليهم شلون عايشين. يقعد 12 ساعة عايش في مكان متر في متر، تخيل لما يفتح الباب أو يفتح الشباك عشان يحصل منك وانت تستقبله بابتسامة وتسلم عليه، والله كأنك انت نازله من السماء. لا وبعد تزيد وتسأل عن حاله، يا الله. ففعلا هذيل المتغربين اللي هادين أهلهم وعيالهم ما عندهم أحد يكلمهم، لما يشوفك انت تبتسم له وتسلم عليه
هذا دليل على أن أنت تقبله ويحس أن في أحد قاعد يسولف معاه ويستمتع ويمكن يؤدي عمله حتى يعني بكل قوة وجهد لأن حس أنه هو فعلا إنسان. والله السلام إفشاءه محبة كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم. أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام ليس فقط المقصود فيها السلام بشكل عام والأمن، أيضا مقصود فيها التحية وإلقاء التحية بكل الوسائل والمهارات اللي أنت تعلمتها، السؤال عن الحال وأنك تستقبله بالهيئة هيئتك كلها ولا تعطيك ظهره فتعطيه قيمته. في دراسة سووها بعض الأبحاث اللي صارت في جامعة نورث كاليفورنيا، هذه الدراسة كانوا يبون يركزون على أهمية السلام ويبون يشوفون مدى تأثيره على الحالة الانفعالية والمزاجية. جابوا مجموعتين من الطلبة، مجموعة قدموا لهم سلام فيه حرارة واهتمام وسؤال عن الحال، ومجموعة الأخرى لا، كان السلام بارد جدا ومجرد تحية ويمكن حتى ما كانوا يعني الأعين تلتقي بعضها البعض. نتيجة هذه الدراسة بعد فترة لقوا أن اللي كانوا يهتمون فيهم ويعطونهم هذه التحية والتقديرها كان عندهم ارتفاع في تقديرهم لذاتهم، كان عندهم احترام لذاتهم، أيضا كان هذيل الناس سبحان الله عطائهم وأدائهم الدراسي في الجامعة كان مرتفع عن المجموعة الأخرى. هذا دليل على شنو؟ على أن السلام مهم جدا. أيضا لما تيجي تفتح الباب باب بيتك وتدخل، في ناس يقول لك ماكو أحد ليش أسلم؟ لا بالعكس، أنت لما تسلم على الملائكة وتسلم حتى إذا كان في شخص مثلا قاعد بصورة غير لائقة أو في مكان نايم أو غيره، السلام معناته أن أنا ترى موجود، والسلام أني أنا سبحان الله أنادي الملائكة وأنادي أهل البيت ترى أني أنا هني موجود وأنا قاعد أرحب فيكم. إذن السلام مهم في كل الأماكن وليس في الديوانية ولا مثلا في المكان اللي أنا أعرفه أو في العمل. ودائما لما تسلم حاول أنك أنت تسلم بحب وإخلاص وسرور وفرح. لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم.